محمد عطيل ظريف، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، مدرب في عدة اختصاصات من بينها كتابة الورقات السياسية. الورقات السياسية هي في الواقع دراسة يقوم بها أشخاص، نجم يكونوا من المجتمع المدني ولا من بيوت الخبرة من اللي ثينك تانك، واللي هي مؤسسات علمية، ولكن مؤسسات علمية متخصصة متوجهة إلى إعانة صاحب القرار على توفير جملة من الدراسات اللي تساعده في اتخاذ القرار متاعه. هذاك علاش تتسمى في حقيقة الأمر الورقات السياسية، بكونها دراسات من نفس الوقت علمية، ولكن ما هيش علمية بمعنى الأكاديمي كبحوث، وإنما تحلل مشكلة في سياسة معينة موجودة أو قائمة، وتحاول تقترح على صانع القرار لإعانته على اتخاذ القرار متاعه مجموعة من البدائل والحلول، ولكن البدائل والحلول هذه تكون مدروسة بطريقة معمقة، وفي نفس الوقت تقدم الحجج والدلائل والبراهين على أهمية وقيمة الحجة هذه، وفي نفس الوقت كذلك يتم دحض الحجج المضادة، لأنه يمكن السياسة الجديدة المقترحة تكون فيها معارضة، وبالتالي يتم دراسة كل ما يمكن أن يكون ضد السياسة هذه. بالنسبة للظهور، ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في ستينات القرن العشرين، وقت اللي المسؤولين فاقوا أنه النائب بصفة عامة أو صانع القرار يحتاج إلى جملة من المعلومات اللي ما تنجمش توفرها بنفسه، ففكروا أنه يتم إقامة خصوصا الثينك تانك هذوم، يعني بيوت الخبرة وإلى المراكز البحثية اللي هي تقوم بإعداد هذه الدراسات وتقدم لصانع القرار خلاصتها ونتائجها لمساعدته على التفكير في الحلول الممكنة إذا كان فيما مشكلة في السياسة، فيمكن تبديلها باقتراح من الاقتراحات اللي موجودة على أساس الاعتماد الأدلة اللي ذكرناها. بطبيعة الحال في التقنية هذه انتشرت كثيرا في الدول المتقدمة، وخاصة في أوروبا وفي القارة الأمريكية، وما جات للدول العربية إلا تقريبا مؤخرا. فما بعض التجارب الموجودة في مصر، في العراق، في اليمن، هناك بيوت خبرة أو مراكز بحثية بدأت تأخذ شيئا فشيئا في قيمتها، وتعاون في صانع القرار وخاصة النواب على تقديم جملة من الدراسات اللي تساعدهم على فهم بعض السياسات. واحنا في تونس نحاول أنه نضعوا اللبنات الأولى لمثل هذه المراكز ببعض الدراسات اللي تقوم على تكوين بعض المجتمع المدني والأشخاص المجتمع المدني وأعضاؤه على التكوين هذا. الدورة التكوينية اللي نظمتها جاسمين فاونديشن بالتعاون مع ناد المتعلقة بكتابة الورقات السياسة تحت عنوان تونيزيا بوليسي شيبرز، الهدف متاعها الأساسي هو إعداد جملة من التوانسة اللي من مشارب مختلفة ومن منظمات المجتمع المدني، أنهم يكونوا قادرين شيئا فشيئا على التمكن من منهجية كتابة الأوراق متاع السياسات اللي تحدثنا عليها. والكتابة هذه طبعا لن نتحصل على الخبرة منذ الوهلة الأولى، ولكن هو تكوين إن شاء الله يكون مستمر. الغاية متاعه في البداية على دورتين، الدورة الأولى متعلقة بالإعداد والاستعداد لكتابة الورقات، ثم الدورة الثانية متعلقة بتنفيذها، كتابتها الفعلية، ثم ترويجها والوقع والأثر اللي نجم يترتب على مثل هذه الورقات. الدورة التكوينية هذه اللي كانت موضوعها كتابة الورقات السياسية ما كانتش دورة سهلة في الحقيقة، لأنه موضوع جديد نسبيا على الدول العربية، فما انطلقناش من ناحية نظرية بعرض نظري شبه أكاديمي، ولكن انطلقنا تقريبا في كل الورشات وفي كل الجلسات من عمل تطبيقي بأسلوب فيه نوع من الألعاب اللي تخلي المشارك ما يقلقش، وفي نفس الوقت يكون مركز ويدرس جملة من الوثائق والنصوص اللي هي معقدة نسبيا وصعبة الدخول لها، ولكن يدرسها بطريقة وعلموا المجتمع المدني وهم يلعبون صح التعبير. فكان التراوح ما بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، وفي نفس الوقت ما بين الجد وما بين اللهو واللعب. طبعا اللهو واللعب اللي هو ممنهج وموظف خدمة للطريقة هذه. في نفس الوقت زاد كذلك حاولنا أنه في البرنامج
باش نتصوروا دعوة بعض الأشخاص المهمين في دوائر صنع القرار اللي باش يضيفوا الجانب العملي التطبيقي الفعلي لسير اتخاذ القرار ومختلف المراحل نتاعو، باش هكاك المشاركين يكونوا على علم أنه مع الجانب النظري والتطبيقي اللي يكتبوهما فما جهة أخرى يتصلوا بها كصانع قرار ويعرفوا مع خفايا وخبايا الدوائر في صنع القرار. وأخيرا الجزء الأخير اللي اعتمدناه في المنهجية هو أنه نوفق ما بين ما يجب فعله وما تم فعلا انطلاقا من عرض بعض التجارب الناجحة في كتابة الورقات السياسية اللي أدت وقع وأثر، وهكا نجمع في نهاية الوقت ما بين ما هو معناتها الحاجة اللي نحلم بها والحاجة اللي تحقق باش الناس اللي قاعدة تحلم تنجم تحقق الأمان متاعها. مع شكرا.